طبعا هذه صور مباشرة تأتينا في إطار مسيرة الإعلام التي اعتاد الإسرائيليون والمستوطنون تحديدا الاحتفال بها في إطار يعني احتلال القدس الشرقية وضمها إلى القدس الغربية، وهي مسيرات استفزازية بالنسبة للفلسطينيين. لكن هذه المرة تأتي في ظل حكومة تتهم بأنها متطرفة، والدليل أن الاقتحامات تتم بوجود أعضاء من الكنيسة وأيضا وزراء من الحكومة كانوا في مقدمة أولئك الذين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى. أسئلة كثيرة تطرح عن التسهيلات أو إغماض العين من قبل الحكومة لتنفيذ كل هذه المسيرات، وهذا طبعا ما سنناقشه بها. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.